أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل قراءة الفاتحة بالنية للمأمومين واجبة لإتمام الصلاة أم أنها تسقط على المأمومين بقراءة الإمام؟ هل إيش؟ يعني هذا يسأل هل قراءة الإمام قراءة للمأمومين بالنسبة للفاتحة أم يجب على المأموم كذلك أن يأتي بفاتحة الكتاب؟ المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة يقرأها، وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام ولله الحمد، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع معه وأتم صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بهذه الركعة التي لم يحضر فيها قراءة الفاتحة، دل على أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أنها تكفيه قراءة الإمام. الحمد لله. نعم.